Sont en harmonie avec la nature. Elle vous transporte, vous sublime, vous émerveille et vous fait rêver. Elle grave dans votre mémoire des paysages inoubliables. De réels moments de bonheur à partager, en famille ou entre amis. Le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme vous emmène dans des lieux exceptionnels, chaleureux et accueillants. Des destinations côtières, revisitées, chargées de senteurs et de parfums d'été. Au bout du voyage, des moments de détente assurés, des plages équipées, des animations pour enfants et des activités sportives. Avec le groupe HTT, prenez le temps de faire une pause et remplissez vos yeux de la beauté qui vous entoure. Profitez de l'été avec le groupe HTT. الحب والتألق والتفاؤل والأمل مرحبا بكم احبابنا في حلقه جديده من حصتكم اللي تطلع عليكم دائما على الخمسه ونص كل يوم ما عدا الجمعه والسبت حصتكم اللي تحبوها اكيد الجزائريه بيتش معايا انا وزميلي يوسف مساء الخير مساء الخير سوميه مساء الخير على كل متابعي قناه الجزائريه وان وبرنامج الجزائريه بيتش كما قلت لكم اللي يجيكم كل عشيه على الخمسه ونص دونك حان الان موعد برنامج الجزائريه بيتش حان الان موعد البوز كافي راح اليوم على كثير من المواضيع اللي تختاروها انتم وحنا دائما في برنامجنا بازي وعلى الفن والسياحه في بلادنا هكذا نقدروا نروجوا لكل هذه الاشياء الجميله في الجزائر رانا متواجدين في مركب مازافرون بيزيرالدا لازمنا نشكروا مجمع اش تي ولا مجمع فندقه سياحه وحمامات معدنيه اللي تعاونوا معنا وعطاونا هذه الاماكن الجميله اللي نطلوا عليك منها توجون نوصل هنا ونحبس دونك باش نحكيو على كل هذه المواضيع على التخفيضات اللي يقدموها لكم وحتى الاماكن الشابه اللي يخيروها لكم راهو حاضر معنا السي محفوظ بوشريت مدير فندق الرمال الذهبيه مرحبا بك مرحبا بالجزائر يوان. آه في مرحبا بكم في المؤسسه السير السياحي لزيرالدا متكونه من فنادق في فندق مزافران فندق الرمال الذهبيه أي والفندق و والمركب السياحي هنا طيب راح نبدا ونحكي معك سي محفوظ في البدايه على على فندق الرمال الذهبيه اللي راه مغلوق هذا الاثناء يعني الناس اللي راهم يجيو راهم يتسائلوا علاش راه مغلوق دونك انت اليوم راح تحكي لنا شويه على الاسباب فندق الرمال الذهبيه يخضع لترميم يعني جدري راهو ديجا الترميم تاعو بدا ورانا يعني قمنا بكل العمليات اللي هي تخدع لمقاييس الدولية هي يكون عنده إن كاباسيتي دو 179 شامبر دو كلاس انترناسيونال سي دي شامبر نو اوسي 24 سويت اي نو زافون بريفي 6 سويت سي بور لي زونديكابي داوي الاحتياجات الخاصة بالك نشوفوا هذه أول مرة Nous, sommes avec notre architecte nous avons pour les Il y a aussi des, des, des salles de restaurant, une piscine, nous avons aussi des cafétérias et le Le parking, tout ça, c'est او ستاندار انترناسيونال. شحال هي لا ديوري؟ شحال حيقعد الفندق؟ لا ديوري هي شوف على حساب آه، الاخر هي موا دمي بوتيتر ونورا ديجا فيني افيك لا ديوري 2019. 2019 بيان سور. داكور دونك شحال عنده هو في الترميم شحال بديتوا من اللي غلقتوه؟ اه هي الفندق لازم له 15 شهر ينتهي الترميم تاعو. او على كل حال احنا اه الوعود هي في مواد ان شاء الله وكي حتى تفتحوا ان شاء الله اسكو حيكون هناك تخفيضات ولا حيكون بروموشن نعم يا نو نو زالون كمان بور ان اوتيل سي ان اوتيل ديجا دو كات ايطوال دونك باردون دو 3 ايطوال دو 3 ايطوال اي سي نورمال اون فاريتي دي تاريف بروموسيونيل بور توت لي فاميلي طيب طيب بالنسبه للناس اللي راهم يجيو دوكا لي كليون تاعكم اللي متعودين يجيو يقضيو فتره الصيف عندكم في الرمال الذهبيه وين راهم يروحوا دوك؟ انا مي زونسيان كليون تو كاع جاو تاجوا الى فندق مزافران عندي قريب 50% تاع الزبائن تاعي اللي كانوا يجيو لفندق الرمال الذهبيه راهم بفندق مزافران وحنا بفندق مزافران قمنا بدراسه عميقه لتخفيض الاسعار والله رانا مرتاحين الفندق راهو يعني معمر الناس يجيو وكذا رانا نقدموا خدمات لبس بها ما كاين نقائص حنا نسمعوا للزبائن باسكو هذا هو الدور تاعنا صح السياحه هذا هو الدور تاعنا باه نحسنوا العام الجاي ان شاء الله نشوفوا واش النقائص اللي اللي كانت تخص نعاودوا نحسنوا نفوسنا ونحسنوا التكوين كل حاجه تكون في في المستوى ان شاء الله طيب احنا تجور في برنامج الجزائريه بيتش نقول للمشاهدين تاعنا باللي راكم دايرين دي روميز ودي بروموسيون خاصه بهذا الموسم تحديدا طيب انت ماذا بنا مدامك حاضر لهنا احكي لنا شويه على هذه البروموسيون طيب. احنا ديجا اعلنا على تخفيضات راهي محطوطه في داخل الفندق وقمنا تخفيضات يعني والله لا بها هي 450 4500 دينار بار بيرسون اون دومي بونسيون دونك سي حاجه يعني كل عائلات اللي يجي ما يقولكش على هذا السعر يفرح parce que déjà احنا نعطيو لهم كنعطيو لهم غير دي باس 38 il y a déjà il a il a une une gratuite c'est déjà beaucoup donc pour bien sûr on essaie d'attirer du monde et faire quand même euh, donner une prestation de qualité aux gens وشنو هي الحاجه peut-être quiتميز l'hôtel ou و لي تميز البحر تنساش باللي هذا الزبون غير نكريو له الغرفه ب 400 4500 دينار اون دومي بونسيون افيك أه بتي ديجوني الى لا بيسين الى لا مير الى عنده عنده سهرات فنيه باطل دوك معناتها عنده برنامج ثقافي ترفيهي يوميا صافي شاك سوار كاين سهرات شاك سوار عندنا على في في لا بيسين دو لوتيل مازافرون عندنا سهرات عائليه صافي لي خلص اللوتيل اوتوماتيكمون لاكسي لابيسيني لاكسي لاكسي باطل عنده البحر باطل وعنده السهره باطل <تصفيق> <تصفيق> جميل طيب نسقسيك سؤال واحد اخر على موسم الاصطياف في الجزائر هذا العام يعني نشوفوا باللي نسبه الجزائريين اللي يخرجوا لتونس قلت نوعا ما واش رايك على الموضوع <تصفيق> <تصفيق> يعني نصارحك والله غير راني فرحان شفت كل العائلات اللي كانوا يروحوا لتونس هذا العام كلهم راهم عندي نصهم عندي ويقول لك احنا ماذا بنا نستقروا هنا في الجزائر ونبني ونقضي العطله تاعنا الصيفيه في الجزائر وهذا شيء يفرح جميل وماذا بنا برك اه سي نورمال اون دو اوغمونتي لي كاباسيتي او نيفو دو كاع لي ستاسيون بالنيير بور بوفوار اه ساتيسفير تو نو كليون يعني الحاجه اللي خلاتكم تتميزوا انكم لي بروجي تاعكم قبل ما ديروهم ديروا لهم دراسه سي سا. سا نعم هذه كل حاجه عندها دراسه ما تقدرش دير حاجه بالك حتى تكون اعاده دراسه قبل موسم الاصطياف، كيفاش راح تستقبلوا الناس؟ كيفاش راح تكون كل مره من الناس يسيلوا على مره. نو افون اريتي ان بلان داكسيون دو لا سيزون ايستيفال. بهذاك اللي نقدروا كاع الموسم الصيفي نراقبوا كل كاع واش واش درنا. لي ريزيرفاسيون بور لوتيل سيدير لازم وقتاش يديروا الريزيرفاسيون لي كليون تاعكم شوفي حنا افون ولا دي هنا يقدروا يديروا شوف بار عندنا بار مايل يقدروا يتصلوا بنا بار فيسبوك يقدروا يتصلوا بنا في الهاتف و الى كاين يا دي لا ديسپونيبيليتي يقدروا يجيو الفندق نكريو لهم راكم فاتحين كل مجال وكل مواقع التواصل الاجتماعي يقدروا يتواصلوا معنا راكم موجودين معاهم نريزيرفيو لهم يجيو واستقبلوهم وشنو هما الخدمات الاضافيه اللي عملتوا عليها هذه المره باش تحسنوها في هذا الموسم؟ شوف احنا قمنا بعدة خدمات، شوف أنا نقول لك الخدمات ديجا لو فات عندهم بيسين فيها كل كل واش يحتاجوا، يحب ياكل تما ياكل، يحب عنده لي فو بواغ هذاك، عنده سهرات تما سير بلاس، دوك عندنا لي لي نو صال دو ريستورون نستقبلوا كل عشية عندنا أن كرون بيفي تخي ريش، بوغ توت لي فامي دونك سي وعندنا سهره من ذاك نديروها في لي تيراس بو لي دونك كل الخدمات الغرف سي كليماتيزي سي بروب سي سا سي هذه هما الخدمات اللي نقدموهم ونسمعوا للزبائن اذا <تصفح> كاين نقائص هي نقائص تكون تكون ولكن إنه على كل حال آه اي بلاصه فيها سواء آه آه كان هنا ولا في الخارج آه باش نكونوا صريحين اي لا, لا بيان سور اي فو هو يفو ايكوتي لو كليون سي افيك سا كون بو ريسير سينو نريسيرها jamais. طيب شفنا لكم العام هذا ثاني عولتوا بازيتوا شويه على لا سيكيوريتي <applause> احكينا شويه كيف كانت تحضيرات هذا الموسم جماعه نقدر نفرحك احنا هنايا من اللي بدات الموسم الصيفي لحد الان ما عندناش مشكل تاع الامن كل العائلات جاك تشوف فيها تجول في الليل في النهار أه، لا سيكيوريتي دو نو لوكاتير دو نو زيستيفون ات اسيوري عندنا عندنا سيرفيس سيكيوريتي كي éparpillés euh, un peu partout autour de l'hôtel, au niveau des plages ah, on a des maîtres chiens qui, qui, qui surveillent on a de, aussi de, la gendarmerie qui nous aide donc plança, il y a un uh, jour la Amdouna, il y a la on organise chaque année. Nous avons déjà nous avons trois saisons. Nous avons la la moyenne saison la basse saison et la haute saison. La moyenne saison c'est hiver et où nous avons aussi la basse saison c'est l'hiver. Donc et nous avons la haute saison. Donc même hiver

داك. طيب نسقسيك على موسم ماشي الاستياف لكن المواسم الاخرى على طول السنه ما كانش غاشي الجزائريين مازال شويه ما يحبوش يديروا لي فاكونس ولا يفضلوا لي فاكونس كامل في الصيف يقضيهم في فصل الصيف احكي لنا شويه كيفاش يكون يعني الاقبال تاع الناس في مواسم الاخرى كين لا لا هذا العام احنا شفنا باللي لي فاكونس سكولير دي لي فامي <applause> <applause> ويجيبوا ولادهم يباس هذاك درنا اسعار وساعدوهم وجاونا في لا بيريود سكولير تاع لي زونفون جاونا دوك جو بونس كو مانتنو الالجيريان يباسي فاكونس في الصيف في الشتاء في الربيع وكذا بدات تدخل الثقافه السياحيه الثقافه السياحيه فوالا طيب احنا ماذا بينا نقولوا كما ديما لكل مشاهدينا مرحبا بكم في فندق مازافرون، تخفيضات كما كان يقول لكم راهي مازالها متواصله سى محفوظ التخفيضات اللي هضرنا عليها ماشي غير في فصل الصيف صح في لي تخوا سيزون اللي خرجنا طيب الربيع الخريف والشتاء طيب في هذه التخفيضات اللي راكم دايرينها موسم الاستياف وقتاش تخلص؟ تخلص ل 15 سبتمبر 15 سبتمبر كما سبتمبر. سمعتوا مشاهدينا روحوا برك لهم احنا من متتبعي برنامج الجزائريه بيتش وراح يتهلاو فيكم هكذا سي محفوظ. ها ميساج تحب تجوزوا لي تاعكم يشوفوا فيك. انا والله شوف انا يعني فرحان جد فرحان بالزبائن اللي عندي في هنايا في باسكو راني مدير الاستغلال بفندق بفندق وكل الزبائن نرحب بهم والله غير لم يكون بعض النقائص والله غير يفهموا بلي ماذا بهم ك يعني سياحات تطور في بلادنا ويحبوا يعني يشوفوا الخدمات آه لبس بها أنا نقول لهم مرحبا بكم في كل وقت في با سيزون في الربيع في الشتاء وفي الصيف طيب انت كواحد مختص في السياحه وقديم في مجال السياحه نعم نعم راك تشوف باللي مازال عندنا عجز ولا نقص كبير في الفنادق لاستيعاب الكم الهائل تاع الجزائريين حتى نعم. الجزائريين المقيمين هنا خلينا من الناس اللي يجيونا منا ولا منا احنا الهدف تاعنا سي دوغمونتي لي كاباسيتي على حساب الناس احنا 40 مليون في الجزائر دوك معناتها دو سي لو بروغرام سي بروغرام يفو اوغمونتي اونكور لي كاباسيتي بور بوفوار كونكورونسي <applause> باسكو الا كان غير فندق ولا زوج ما اللي عنده فندق ولا زوج الساعات تاعو يطلعها ويقعد يستنى بصح وكان نبنيو عده فنادق وكذا هذاك لو نومبر دوتيل معناتها يورد لا كونكورونس ونحسنوا الخدمات هذه هي هذه هي, هذي هي. كبيرة ونقولوا باللي البحر تاعنا كبير ما شاء الله وعندنا مختلف الاماكن السياحيه نقدر نديروا الفنادق سواء في الجبال سواء في الصحراء وحتى على الشاطئ السي محفوظ بشري يعطيك الصحه ليكون حاضر معنا بيكم. في برنامج الجزائريه بيتش حنا نقول لكم برنامجنا مازال متواصل هذا وين بدينا دونك مازال جايه لومبيونس فاصل الغناء ورانا راجعين أتزابيوش. رجعنا لكم مشاهدينا صحه قهوتكم وان شاء الله راكم تجوزوا اوقات ممتعه معنا شفتوا على بالي بلي حتجوزوا اوقات ممتعه معنا لانه الضيف تاعنا تاع نهار اليوم ضيف ان بو سبيسيال على بالي عندهم بزاف بالك ما شافوهش في الدراما والتمثيل دونك رجعنا كما قلت لكم سوميه وحاضر حاضر معنا سي ياسين زايدي كي تشوفوا تعرفوا مساء الخير عليكم نشكركم على الدعوه هذه الله يسلمك دائما دائما متالقين يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم لا انتم يعطيكم صحه كي دعيتوني لهذا على بالي بزاف الناس يقولوا تبدلت تبدل شويه تبدلت لي ماش تاعو كبر وين كنت مخبي هذا تكبر بديت تكبر نو على اخر صوره قاردوها الناس في لسانهم بالك دوك على هذا الاطلاله ربما كان شويه اختلاف لا لا بيان سير كان اختلاف كبير بدا شويه شيب وين غبت وين على بالك ياسين زايدي حياته مسرح المسرح الوطني الدالي كاع وقتي هذه مده وانا وانا ننتج مع المسرح الوطني ما حبستش آه وفي في الانتاج التلفزيوني حقيقه راني غايب آه غياب كبير عندي مده سبع سنين ولا ست سنين ما ظهرتش ما عدا بعض المشاركات في آه في بعض وكلشي آه آه الـ الـ لي سيت <applause> كوم وكل <applause> شيء مي هذا هو استدير الشيء اللي خلاني والله فوالا الشيء اللي خلاني نغيب هذه المده هذه علاش هذا الغياب على التلفزيون الجزائري والله شوفي آه ربما انا انا من جيل تاع اليوم ماشي جيل قديم ولا لكن اليوم جات موجه جديده تاع منتجين تاع مخرجين اللي ربما مازال ما تعاملوش معايا ولا مازال ما مازال ما يعني ما استوعبوش وكاين فنانين من الجيل تاعي اللي هما ثاني ما مشيت عام ما نعطيك اسماء اللي عندهم بلا اكثر مني ما شاركوش في في الانتاج التلفزيوني بتدخل أنه مؤخرا انا نشوفوا خرجوا يعني جاوا للساحه الفنيه تاعكم وانت عندهم صغر صغر سن تاعهم هما اللي نساوكم ولا مش نساونا ربما جاوا فكره جديده يقول لك ما دام انا منتج شاب ولا مخرج شاب ماذا بيا نعطي فرصه للشباب وكل شيء لكن هاد هاد الشباب لازم لهم لازم لهم تعطير لازم لهم, لازم لهم دي كوميديان شوفروني اللي عندهم تجربه اللي يحتكوا معاهم باش هاد الشباب كيما احتكينا احنا مع الجيل اللي, صح. اللي فاتنا احنا كان عندنا الحظ اللي تعامل... تعاملنا مع جيل جيل باب. قوي بيان سور فاتحه بربر الله يرحمها ضاير. عمار معروف الله يرحمه يعني لحقنا بجيل ذهبي كما يقول لك شنو هي الاضافه اللي يضيفها يعني جيل ذهبي كما راك تقول الفنان يكون شاب شوفي يعني هذي من ضروريات ش... انه باش ينجح اي مسلسل سوا درامي ولا كوميدي يكون تعاون بين الجين الذهبي والجين الجديد. بيان سور شوفي ديجا ديجا لو فات واحد كيجي يحفظ ان سيناريو اه يوريلك يعني يوريلك كلمه ولا جمله كيفاش تقولها يعني جمله تقدر تختلف تبدل لها الصيغه تاعها برك يعني ماشي الصيغه تبدل لها الوقت لانطوناسيون تاعها يتبدل المعنى تاعها. هذا كنت كنت عامل مع مع ممثل محترف ممثل اللي, عن اللي عنده تجربه وعنده راح يعلم لك يعني اشياء بسيطه يعني دي تريك بازيك يعني اشياء بسيطه كلاسيكيه راح يفيدوك بزاف ومن بعد وحدك وحدك تولي مم تكنيك كما كي كيما نقولوا تقنيا تتعلم شنو هو ان كرو بلون شنو هو ان بي ار بي شنو هو ان بلون امريكان وشنو هو يعني يولي يولي واحد يعرف لونجاج سينيماتوغرافيك ولا نعاود نرجع بيك شويه الزمان كي بديت شكون اللي كان واقف معاك وعلمك هذه تكنيك انت شوف انا درت اون فورماسيون درت 10 سنين كونسيرفاتوار بديت في الكونسيرفاتوار مولا نقول لك 15 16 سنه سي بيان سوميا يجيبوا لي زانفيتي تاعنا هكذا نعاودوا نردوهم من الزمان كذا وي 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 شد البحر منها وتتفكر في الذكريات بيان شوف والله عشت تجربه مؤخرا عيطوا لي عيط لي مدير تاع الكونسيرفاتوار باش نكون جوري رحت رحت يعني باش نكون في لجنه التحكيم ودخلت لما دخلت القاعه وقعد قعد الفنانين يعني التلاميذ قعدوا يجوزوا بالمسرحيات تاعهم عاود فكرت زمان قلت سبحان الله يعني جاز وقت وين كنت انا فوق الخشبه ولي جيري منا وعبالك ربما تبان حاجه بسيطه عاديه بيان سور انسان جاز انا بالنسبه لي البارح برك اللي كنت كنت تلميذ تلميذ في الكونسيرفاتوار دونك دونك هذه هي بصح ما جاوبتنيش علاش كل يوقف معاك <تصفيق> <تصفيق> شوف درت انا 10 سنين كونسيرفاتوار الله يبارك كان استاذي اللي هو استاذ ورايس اللي نحييه بزاف اللي تعب معايا بزاف كان ديجا ما كنتش ندرس معاه غير المسرحيات اللي كنت نقوم بها في الامتحانات تاعي ولا هو كانت عنده كانت عنده اون سينيماتوغرافيك اللي كان كان يعني كان يعني كان يحكي معاه مع التلاميذ تاعو معايا بزاف ربما انا اكثر لاني كنت كنت نجلسو بزاف كنت نبحث عنده بزاف كان علمني اكثر سينما اكثر من المسرح طبعا المسرح تعلمته في الميدان بيان سور بالتجربه وكل شيء لكن هذه الاشياء كلها علمها لي يعني الفضل يرجع له يعني أي فنان البداية تاعو لازم تكون من المسرح باش يعطي يعني افون في ال... شوفي ماشي لازم تحسينو عنجر باسكو هو كان على المسرح لا لا, لا, لا والله لا أو ماشي داكو. لازم بزاف يقولوا لازم انا مو مثل مسرحي وندافع على هذه المهنة حتى نهار نموت لكن ماشي لازم آه انا شفنا نهار بدات السينما في العالم آه كانوا دو كرون كوميديان دو كرون اكتور ما داروش المسرح ما داروش المسرح لكن زافي كان عندهم حاجة اسمها طالون وشنو كان موراهم مخرجين كبار الناس اليوم هذا هو المشكل اللي عندنا في الجزائر عندنا مخرجين ما همش كبار لكن ما يجيبوش دي كوتش <applause> الكوتش اللي راح يأطر الممثل قبل ما يدخل البلاطو تاع التورناج هذا هو المشكل اللي وقعنا فيه احنا نروح نشوفوا السينما الامريكيه علاش نجحت اللي يكتب الحوار وحده اللي يكتب السيناريو وحده اللي يكتب كبير يتعاون اللي, يعني يدير تمارين مع الممثل وحده المخرج وحده. المنفذ وحده المخرج وحده يعني نحترموا المهن والاختصاصات احنا في الجزائر لا المخرج هو يدير كلش هو يوازي كلش يسمحوا لي مخرجين يسمحوا للمخرجين المنتج طيب نسقسيك على الناس اللي فاتهم العمر ما نقولش العمر فاتهم الوقت باش يبداو تياتر وهما صغار اسكو وهما كبار يقدروا يتعلموا بيان لا اللي حبي يتعلم يتعلم ما ما فيهاش مسرح ما فيهاش, هذه فيهاش رسالة واحد صغير لسة لا فينا لا شوف كاين كاين لك انا كنت صغير راحت لي الفرصه ما قدرتش شوف كاين جوني كبار كبار في السن كي نقول كبار في السن يعني فوتوا 30 سنه جاو نصيحه حبوا يديروا هذه المهنه وكل شيء انا انا ننصح اللي يجيني دائما ننصحو نقول له شوف ما تقدرش تدير يعني المدارس الكبار كيما برج الكيفان ولا باسكو يكون عندك الباك لكن تقدر تروح يدير كونسيرفاتوار علاش ننصحو يروح يدير كونسيرفاتوار باش الا كانت عنده موهبه صغيره يعني راح يطورها يطورها باش يطورها بالتكوين هذاك ومن بعد من بعد التكوين راح يخرج للمهنه يخرج عنده امتي باجاج استاذ المخرج كيحب يوجهه يكون عنده يكون عنده يعني قابليه باش يكون مؤهل باش يكسب باش كان المخرج يستعمل معك 100 جمله باش يفهمك في شيء تاع 5 سكوند تعطيه له راح يضيع وقت كبير باش ينتج الفيلم تاعه. طيب آه. نسقسيك ثاني على سؤال على على الشباب هذو اللي راهم دوكا ينشطوا في عالم اليوتيوب ويقول لك انا ممثل ولا انا كوميدي ولا يصور روحه ومن بعد يحب يدخل مباشره الى عالم التمثيل سواء كان سينما ولا تلفزيون واش رايك؟ لا لا هذا هذا شيء واحد اخر. حرام يدو فيهم المخرجين ولا لا يدوا فيهم يدوا فيهم هذاك هذاك زعما من نتبعوه زعما دركا حقنا الوقت وين كان لو بوز وهاد الصوالح زعما وداير البوز في اليوتيوب الله كاين ريان افوار فادي <applause> رانا شفناهم وشفنا انتاج تاع ما نحبش نسمي الاسامي انايا لكن انا شفنا وعلى بالهم هما نظن على بالهم لا على بالهم بعد ال... بعد ما جاز الانتاج تاعهم على بالهم باللي راهم اكوتي دو لابلاك صادير الا حب يدير انتاج درامي ولا سينمائي ولا على باله باللي لازم يروح يعاود يعاود يدير تكوين باسكو واش كان يدير وش, وش راهو يدير شي واحد اخر أنا أنا شفت إنتاج في في رمضان هذا نظن في الجزائرية وان يعني تسمحوا لي بين قوسين ما نظنش ما نظلش كان عنده مخرج وكان عنده سيناريست وكان لا لا كان في, <applause> كان في قناة أخرى كان في قناة أخرى كان في, أخرى. كان في... <تصفيق> لا. <تصفيق> لا كان في قناة أخرى كان في قناة أخرى أنا متيقن باللي كان في قناة أخرى لكن سيدي يوتيوبر ستادير يحط لك كاميرا فيكس ويبدا يتمهبل والآخر سا سي با ماهوش فن يا جماعة بون درك المنتجين والمخرجين يتبعوا الم يتبعوا ناس مش ممثلين ما فنانين يتبعوا ناس اللي دايرين لو بوز هذاك شغله يبقى يوتيوبر انا بالنسبه لي ماهوش فنان وما يبقاش فنان والناس المختصين في هذا الميدان يعرفوا باللي هذو ماهوش فنانين نقعدوا في التقييمات رانا نقيموا دوكا في الفنانين والفنانين والفنانين لا هذا هذا انا مانيش مانيش نكريتيكي في الناس ولا نجي في الناس هذا رايي الخاص كفنان مانيش مانيش مسؤول على حتى واحد نقعدوا دائما في التقييمات احنا معليش آه مش. وشنو هو تقييمك للدراما من سنوات اللي فاتت لدوكا والله شوفي انا انا نبدا لك نبدا لك بالجمهور لاني انا انسان اللي اللي نتلقى بزاف ردود افعال تاع تاع الجمهور في برا لاني انا يعني كاع الممثلين الجزائريين سون بوبولار يقعدوا في القهاوي يقعدوا مع ابناء الحي تاعهم ويعرفوا وي... ال... والله اليوم رانا نشوفوا نعطيك مثال مسلسل خاوه واحد دار ضجه كبيره الناس كانت الاحسن لكن كي نبداو بلا... كي نديروا واحد نديروا في القمه يا نديروا واحد في نفس المستوى يروحوا اكثر اجمل يعني هذا العام شفنا انحطاط راح السيناريو يعني وكانه سيناريو واحد اخر كانوا قادرين يبدلوا له اسم ما يبانش باللي هذا الشيء اللي كان هو مقصود من فريق العمل المجاش بشكل اعتباطي هما فضلوا انه يخرجوا الناس قد لك مدرسه جديده انه يخرجوا الناس من القوقعه اللي والفتها ولا من اللي اللي لا انا مانيش نتكلم الصوره اللي شافوها في انا مانيش انا مانيش نتكلم على الـ الـ <applause> الصوره ولا اي شيء انا راني نتكلم لك على المستوى من سيناريو التمثيل الاخراج التقني تغيير الشخصيات تغيير تغيير 100% بانه حتى الانتاجات يعني الضخمه لا الانتاجات الضخمه شوفي أنا نقول لك لا حتى في البلدان العربيه يعني يعني كارثه لا لا البلدان لا. العربيه كما شفنا الهيبه اللي داروا فريمون حاله والبز وكاع ماشي لا هو. شوفي انا ما نروحلكش نروحلك للبلدان الجزء الثاني الجزء الثاني كان مختلف كليا على الجزء الاول وش كنا نستناو شوفي هذا كان من اختيار المخرج والسيناريو السيناريست كان تفهموا حاجه انا راني فنان ونروح يعني درجه بدرجه, بدرجة ونفهمك مليح فهمنا بشوي بصح صح <applause> <applause> كي ندير انا جزء اول <applause> علاش انا نلعبها جيني ونروح الجزء الثاني نحب نديره مش كيما الجزء الاول <applause> علاه ما دام الجزء الاول ناجح نروح نشوفوا مثلا نروح نشوفوا 10 ل 10 واحد اثنين ثلاثه كان في القمه <applause> في نفس المستوى في نفس مستوى الضحك في نفس المستوى الفكاهه كان قادر المخرج يلعب هاجيني جعفر قاسم كان قادر يلعب هاجيني ويقول لك انا الواحد نجح نروح نبدل ما نغيرش اون جامي اون ايكيب كي غاني دركا تحمل مسؤولية المخرج ما دام يعني حبي يبدل شيء وراح يعني ضيع للا يعني للا القوه تاع تاع السيناريو القوه تاع التمثيل تاع الجزء الاول بلا ما نديفوندي حتى واحد وبلا ما نقلل من شخصيه حتى واحد هذا ستان اكزاكتومون سي ان شوا اللي داروا المخرج وداروا سيناريست وداروا سي لكن يتحمل المسؤوليه على كل حال فوالا طيب نرجعوا شويه الى غياب ونحكي اسمحي لي نحكي برك المستوى كاع شوف الخاوه ما كي طاح كي ضاع المستوى تاعو يعني نقص في المستوى ما نقولوش يعني كان والو كان ربما من احسن الاعمال الدراميه لاننا ما شفناش حاجه حاجه جميله ولا خرقة للعاده ولا يعني متوسطه كان قاع تحت نعم المتوسط كان كاين قنوات عربيه كانت حابه تديه ودير له دبلجه نعم نعم وسمعوا نعم. به وسمعوا بالانتاج وصل هذا لاول وحتى. مره لاول نعم مره نعم. الجزائر قدرت تلحق البلدان العربيه نفتخر نفتخر بهذا الشيء لكن دوك نروحوا بصفه عامه الانتاج تاع نهضروا 2017 و2018 كان مستوى ضعيف ضعيف ضعيف, ضعيف جدا يعني لماذا وصلنا لهذا المستوى. المستوى يعني شيء مؤسف يعني انا كفنان إن إن نتأسف نتاسف إن إن نغير باسكو انا نغير على الانتاج الجزائري حتى وما نخدمش نغير على الانتاج الجزائري لكن يا للاسف آه وصلونا لهذه المرحله نتمنى باش جايه مرحله تكون احسن ياسين انت فنان عايشت وعاصرت الجيل الذهبي وراك عايش في الجيل الحالي طيب نحب نعرف كيفاش كنت تتعامل انت مع ولا الفنانين القدم كيفاش كانوا يتعاملوا معك ودوك انت كيفاش راك تتعامل مع الجيل الجديد كثير من الفنانين يقول لك بل الجيل الجديد ما يتقبلش النصيحه صح أه عشت عده تجارب أه شوف هذا أه الجيل هذا دي يروحوا يعرف كلش والله جيت تكلم معاه دي فوا يكوني قلبي باسكو راه بارتنير معايا في كي نجي اه كي نجي نتكلم معاه راح يجرح يجرحني بليزيور فوا جرحوني ممثلين الوغ وليت من 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 ألعب كي ما ما ندخلش لعب كيما تعرف يعني بالك هذا الشيء اللي يخليهم ما يتاثروش كي تجبد روحك والفنان ثاني يجبد لا لا وتخليهم وحدهم واحد اللي حبيت يتعلم انا كنت شاب وشفت شباب اللي من الجيل تاعي كنت نفتخر لما نقعد برك ونسمع فنانين كبار يهضروا بيناتهم على المهنه كنت نفتخر كنت حتى نروح نشري لهم القهوه الى حبوا المهم نقعد ونسمع ونتعلم هذا شيء ماشي عيب اني كنت عندي 19 20 سنه 21 سنه وسقسي الممثلين مازال كاين ممثلين حيين سقسيهم على ياسين الى حد الان كاين ممثلين كبار يشاوروني الان الان ممثلين كبار يشاوروني يقولوا لي وش رايك كان ممثلين جو ترجموا نصوص جاو لي طرحوا عليا النصوص هذوك جميل الانسان لأن... لأن... يقيم علاش. عندك انت. ل... علاش لانه تعامل معايا ويعرف اني تعلمت واحد النهار كنت إن... كنت مع مخرج اللي اللي ما عندوش تجربه كبيره يجي فنان كبير هذا الفنان كبير انا كنت مساعد مخرج في هذاك الانتاج جاء فنان كبير كي نقول كبير يعني هضر لك على مصطفى شقراني ربما ما تسمعوش به كان كان مدير فني في المسرح الوطني وممثل كبير كبير جدا وما يتعاملش الا مع القليل في في, الدراما جا قال لي ياسين انت عندك تجربه روح انت وصلح الموقف اللي صرا اللي لانه يامن بال وشاف التطور تاعي في المهنه هذه، شاف اني احتكيت معاهم وتعلمت منهم كبرت معاهم كبرت معاهم اذا لو كان ما كانش يامن بيا انا كممثل، انا كاين ممثلين ما منش بيهم دوك، هذا الجيل اللي راو جا والله من أنا ما, أنا ما. لا. من بيه لا بالك انت تشوف جاري اليوم اكثر <applause> <applause> لا لا انا انا <applause> شوف, شوف. سقسي علي وين حبيت من طبعي ما نجرحش الناس من يبقى ما يبقى على لا رأي هذا لا هذا الانسان هذا الانسان شوف يعني هذا الممثل ولا هذا الجيل اللي روجي جاي لو كان نسميه باسمه راح بالاحباط راح بالك راح بالك يجاوبني راني شفت السيده نضال ممثله كبيره اللي اللي شاركت في حصص تلفزيونيه وتكلمت عن الانتاج آه آه كان ردود فعل كانت ردود افعال قوية, قويه عليها ونعطي لها الحق لانها تعرضت في بلاطو تلفزيوني اللي يتكلم على تكلمت على الانتاجات هذوك وعندها جراه وسيده نعرفها مليح مليح ما تجاملش هضرت بالاسماء بالسيناريوهات لكن رد الفعل شوف ها المشكل تاع تاعنا درك دوك قادر نسمي لك اسماء صح ندخل في في مشكل مع الانسان هذاك ويجاوبني وربما يسبني وربما راح يقيسني في شخصيتي ها المشكل انا لو كان نعتز لو يجي فنان جزائري كبير ولا مخرج جزائري كبير ويقدم لي النقد بناء راح نديرو فوق راسي وبيان نعمل على هذاك النقد باش نطور روحي جميل الانسان يكون عنده ثقه في نفسه ويكون يتقبل النصيحه من عند الناس طيب مادام رانا نحكيو على ذكرياتك والشيء اللي جاز عليك احكينا شويه هكذا مواقف ربما تبقى لك في راسك هكذا عشتها مع فنانين من قبل مواقف جميله وموقف ماشي مليح ولا محرج ولا نبدا بالجميل موقف جميل صرا موقف محبط او يضحك شغل عنده <applause> حاجه <يرسم> في <applause> راسه شوف أه عشت عشت بزاف اشياء جميله والله عشت بزاف اشياء جميله أه كانت سيده فاتحه بربر كانت تعاملت معنا في المسرح الوطني كانت المسرحيه اسمها بقاله في 2007 الله يرحمها الله <applause> يرحمها ويرحم <تصفيق> كل الفنانين وكل كل الفنانين تاعنا اذا أه فتيحة مع كبار السن الله يرحمها سيدة فاتحة كانت ما تشفاش على النص فكنت أنا نروح مور الديكور نحكم النص ونسوف لي لها فواحد النهار ما عارف كنت كان الديكور بعيد وكنت مخبي وراء الديكور ونسوف لي وكما كانش تسمع ففي في بلا ما تشعر بلا ما تشعر واحد النهار قلت لها النص وما سمعتش ف فبدون ان شعر قالت لي وشنو؟ في وسط التورنوال لا في امام الجمهور امام الجمهور احكي لنا حاجه هكذا محرجه صارت لك في التورناج وتبقى تشفى عليها طول حياتك صراو لي بزاف مكر... <تكت> لا لي بزاف مواقف لكن نحوس والله ما ما ذكرتش ما تشفاش معليش نخليك بالك من بعد تعطينا كاش عفسه نروحوا شويه لموضوع واحد اخر اللي دار بلبله كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الوسط الفني واللي هو مهرجان السينمائي تاع وهران نشوفوا بل... لي كريماس تاعك <applause> نشوفوا هو لهذا المهرجان وحتى بزاف اللي نهضروا عليه حكينا شويه انت يا رايك الشخصي شوف انا انا في التواصل في التواصل الاجتماعي وهذا الاخر انا ما نتكلمش انا ما عمري ما يلا حكينا رايك الفني شوف بمهنيه شوف بمهنيه لو كان هذاك المهرجان ياخذ رأينا الوزير لو يسمع فيا غير ينحى على هكذاك لانه لو كان ولو خمس سنين ولا ست سنين اللور شوفوا المستوى اللي كان فيه هذاك المهرجان ولماذا نفس الاشخاص اللي يكونوا دائما علاش الجزائر عقلة ما عندهاش ما عندهاش فنانين ما عندهاش فنانين كبار على ما يستهلش انا فنان كبير نبعث له سياره في اي بي تروح تجيبه لوهرن ويحضر الافتتاح نهرشان. ويحضر الافلام السينمائيه لماذا لماذا نفس الاشخاص فهم بعد نتكلموا على التنظيم انا شفنا عيب لما ضيف لو كان جزائري معليش ضيف يجيك من بلاد اخرى يتكلم لك على سوء التنظيم هذا يعني م. في السنوات الماضيه ما كناش كن نشوفهم لكن اليوم رانا نشوفه ودائما يعني قد في الجزائر في الجزائر انا واش راني لاحظ انك لما الناس تكلم كاع على هذا الشيء ماهوش مليح تما وين نزيدوا نكملوا نخلوه ماهوش مليح لا النقد مليح انسان ما اعطينا له مهمه ما ما وفقش فيها يا خويا يروح يجي واحد اخر راك تشوف يعني الفنان في بلادنا محقور يعني المتحقره هذه ما نحبهاش انا والله ما نحبها كلمه حقره لكن مهمه شوي مهمش شوف زاد التهميش هذا تاعو لما خلقت هذه القنوات لي بريفي مم. لما نداروا هذه القنوات الخاصه هذه اه مانيش عارف تخلط قاع والله اه انا بورتون جو جون راني برونشي كما يقولوا راني راني نتبع راني مع الاكتواليتي والله غير تلفتنا ولينا ما نعرفوش والله ولينا ولينا ما حرنا كيفاش راه يمشي الفن في الجزائر هذه انا من المحظوظين لاني مسرح في الو... الان راني عندي 20 سنه في المسرح الوطني الجزائري. ماشي لانه إيه؟ قطعت كلامك اسمح لي، ماشي لانه فتاة دخلوا ناس دخلاء على هذا العالم آه ما هادي هادي هذه منها، يعني دخلاء مش غير دخلاء يعني بزاف، م... 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 ماشي غير في ال... ماشي غير في التمثيل، في اي شيء، في الاخراج، في الكتابه، في الاخر، في الاخر، رانا نشوفوا هذه القناه الطمرك. جيب برك جيب برك جيب برك لا يعني وصلنا لواحد الوقت الان نحوسو على لا خلينا من لا كونتيتي سي بون دركا الانسان يحوس على منتوج اللي يشرف به القناه تاعو يشرف به الجزائر يشرف به الفن الجزائري واش مؤخرا انه لي سيت انا ولينا نشوفوهم يعني ماشي انه يكتب سيناريو باش يكتب سيناريو ولا يدير انتاج باش يدير انتاج انا نشوفو باللي كوبي كولي يعني نفس القصه تاع العام اللي فات يعاود لا دي لا, دي. لا انا شفنا هذا العام في في رمضان هذا شفنا وقيله دو لا تروا سيت كوم آه يتشابهوا آه تاع آه لو روتور فير لو فيتور وقيله زوج ولا ثلاثه آه منتجين داروا هذا آه شو آه شوز آه يعني الفكره الله كي دارها جعفر قاسم في حلقه من حلقات ناس ملاح سيتي هما طوروا فيها بالك مم. لا سما ما فهمتش انا الى الافكار باسكو الانسان اللي يكتب نسيت ولا مي كوبي وعلى مؤلف 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 كي يكتب حاجه مم. على بالك انا كانت عندي عندي شويه تجربه في نخربش شويه هكذا في الكتابه عباك لما تجيك فكره عباك تطورها في راسك وتكتبها نظمها ومن بعد تنظمها ومن بعد عباك تبان لك حاجه لازم تزيد دخلها في الوسط هذا راح يتطلب منك وقت. انا نشوف هاد الناس تجي الفكره يكتبها كما جات ويديرها كيما جات ويكتبها في في ظرف زمني يعني ويخرجها في حتى إيه يعني انا سمعت انسان كبير يعني أنا يقولك لك اسم كبير يقول لك انا كي فكره في اسبوع نكتبها واو. يعني نحير انا نحير ولما هاد القناه لما ما عندهمش دي ديريكتور ارتستيك لما ما عندهمش لجان قراءه ما عندهمش هذه الاشياء كامل علاش رايك تخدم استنى شوف كاش منتج كيكمل عطيني فيزيوني ما عجبنيش ما نشريش عليك علاش نروح ننتج ما ننتج سي با لابان ننتج ما دام ما عنديش انا لجان هكذا لجان اللي راح تتبع الانتاج ما ننتج خويا انت منتج كي كي تخدم جيب لي جيب لي الـ الـ الانتاج تاعك نجيب كوميسيون في ثلاث ايام ولا اربع ايام راح تقيم لك الفيلم تاعك اون بلوس راح نخلصك على حساب المستوى تاع الانتاج تاعك <applause> سياسين زيدي هذا هو الفن في بلادنا وهذا هو رايك الشخصي في آسف. كل هذا المواضيع <applause> يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا اليوم في برنامج الجزائريه بيتش كلمه ختاميه تقولها لكل الشباب اللي راهم طالعين في عالم التمثيل ولا الانتاج ولا حتى الاخراج شوف انا ننصح كل شباب اللي يحب يدير كارير في هذه المهنه اللي أن يدير يعني حياته في في التمثيل ما في الموسيقى ما في اي شيء التكوين ثم التكوين اذا ما كانش عنده تكوين ما راح يروح بعيد هذا واش نقول لهم يعطيك الصحه شكرا شكرا على السلامه والله فرغت شويه قلبي لي لا وخيرت البرنامج تاعنا باش تفرغ قلبك لا انا في بليزير اللي شفناك بعد هذه بعد هذه الغياب هذا شرف ليا هذا شرف لي ونعتز بهذه الكلمات الجميله انا في الخدمه ربي يخليك في يعطيك الصحه ما حبيت انا في الخدمه شفتوا مشاهدينا كيفاش حنا نحوس غير على الناس اللي ما يبانوش باش نجيبو لكم اي وي حنا نتعبوا باش نجيبو لكم لي زانفيتي يعطيك الصحه يوسف قعدوا توجور برونشي معنا بصح واش رايكم دوكا نروحوا للفاصل الغني

رجعنا لكم مشاهدينا الكرام اجمل لما في برنامج الجزائريه بيت واجمل امبيونس راهي حاضره معنا دائما في برنامجنا اكيد الامبيونس متواصل واليوم سورتو مع الامبيونس تاع لي اللي معنا اليوم دي جي مرحبا بك يعطيك الصحه يتقبل الدعوه يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم السلام عليكم يعطيكم الصحه وشكركم على الاستضافه ولاكي والبلاطو هذا شباب عجبتك البلاصه اون بلا والبحر مقابلنا وجماعه الله يبارك كان ان شاتي لومبيون شابه هنايا ايوه. والضيف الثاني معنا باب من فرقه القصره دونك مسخر عليكم ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي بور لاكي وكما قال زميل دي جي رضا 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 دونك

في لا ميوزيك اسكو الفريق تاعك كانوا صحابك ديجا من قبل زعما ولا من بعد كيف تكون الفريق بديت تخير في الناس اللي راح تخدم معاك دونك لي مونبر تاع لو جروب اون دي زامي دونفونس انا لو ميدو لو باسيست اي امين لو غيتاريست اون دي زامي دونفونس بدينا مع بعضنا حتى وين كمل كبر الجروب من بعد و سي دي سي اونكور دي زامي ثاني باسكو اون اي شحال عندكم مع بعضكم ااا 2008 دمينيميت كفريق <applause> كفريق الغناء مالستوه كهواية ولا قريتوه ولا دونك او ديبي كان كهواية ومن بعد شغل مع الوقت فهم بلي لازم تدير حاجة أكاديمية يعني باش باش تقدر تواكب دونك من بعد رحنا للكونسيرفاتوار حسن شبلي هذا في يعطيك لي باز باش تقدر تخدم وبعد تعلمتو كامل ولا غير اللي غني اللي تغني في الفريق؟ نو كامل لي جروب كامل دار لا طيب نرجعوا شويه للدي جي وعالم الموسيقى والاعراس في الصيف على بالنا بلي نتوما تنشطوا بزاف في الصيف حكينا شويه في الاعراس <applause> طيب حكينا والأفرق. شويه على الموسيقى اللي تقدمها في الاعراس وعلى موسم الصيف عندكم نتوما <applause> قبل كلش ثاني كلو دي جي كيفاش باش يولي دي جي بون لو دي جي باش يولي دي جي بروميرمون ما ما يقدرش يولي دي جي باش قال سي لو ميتي هو اللي خيرك ما خدتش بلي ديتي هي دوكا <applause> لا لا لي ديجي ما كلش ما يقدرش يولي ديجي باش قال له لو ميتي هو اللي خيرك داكو لو ميتي هو اللي خيرك تقدر تكون بيلوت وما تقدرش تكون ديجي فهمتني تما لو ميتي <applause> هو اللي خيرك فوالا وهاد لا بيريود سي لا بيريود تاع استياف اكثر فيها العراس كثروا فيها العراس وحنا صانعين الافراح كما يقولوا صح لي ديجي ونشطوا بزاف في الاعراس والحفلات ولي قالا و فيستيفال انتم لي دي جي اسكو عندكم مدارس لهنا في الجزائر في تعلموا فيهم باش تطوروا نفوسكم في عالم الموسيقى ولا لا ما لا نو مالوغوزمون ما عندناش الوغ هادي هي لا كيستيون اللي حبيت بوزيها لك لو دي جي كيفاش يولي دي جي صادق يحكم الماتيريال ديالو كيفاش اسكو سي تان ولا يتفهم عندك عند واحد وي سي تان ويتعلمها ما لازموش فورماسيون تاع شحال من ولا نو ما عندنا ما حنا اون سبير مي بان ما عندناش حنا وين نفوتوا لي فورماسيون اي تو بصح كيفاش ولينا نشوفوا دي دي جي يخدموا دي ديو مع مع ان صح بدا شويه تعامل بين فنانين ولي دي جي مؤخرا و سي ستان ستيل ان بو بارتيكولير هذاك هذاك سي ان بو بارتيكولير على فاهمني طيب انت تعاملت مع فنانين ديجا من قبل ولا مازال ما تعاملتش؟ on peut pas choisir. On va préciser un chanteur. Chacun son style. Chacun son style ou chacun mot. Mais j'ai des préférences. Un des préférences. Exemple Rachid Koussel, le chanteur kabyle. Le chanteur Kabil est جي زان فان دكا انت تحب بزاف ستيل كابيل سي سا وي جي زان كابيل اه دكا ماتيكم مي لا لا دي جي ماشي صح يتعاملوا مع فنانين بالعربيه ولا حتى بالامازيغيه ولا بالشاويه ولا وي الراي كابيل شاوي ماروكان يا بوكوتشطيل طبيبيه نرجعوا شويه للجروب الجروب ونحكيو على الباركور تاعهم في الموسيقى شحال عندكم لحد الموسيقى موسيقى نازله في اليوتيوب دونك لي مورصون جوستري او لي رام سير يوتيوب كاين ثلاثه كاين لاموني لي خرج الكليب تاعها في 2016 كاين كي البارح كي اليوم وكاين لا شونسون الجاره اللي راح تكون مفاجاه ان شاء الله هذه راح تكون مفاجاه من برنامج الجزائريه بيتش باسكو راح نوريو للناس مقتطفات من الكليب اللي وجيتو لكن قبل ما نروحو نشوفوه سمعنا من لاموني كلام هكذا شويه كاين شي من الناس لاموني فيك الحبيب قالو خونا مرضو دخلاني غير شوفو له طبيب ما ريتوش يديك الغزالة لي صيدت الديب سهمك غدارة مرة وقتالة وين تضرب تصيب هو برافو ما شاء الله صح كلمات تاعكم والالحان شكون شويه مع من تتعاملوا في الموسيقى لا لا احنا تقدر تقول عصاميين لا 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 <applause> لا لا اواه بيت خير لا كي كان برا خير دونك <applause> <applause> الكلمات جينيرال مون اللي نكتب الكلمات تاع لي شونسون <applause> 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 أه بور لا ميوزيك لا ميوزيك سي الجروب كامل كل واحد يمد ايديه حتى تخرج حاجه مليحه ولحد الان ما لكمش تعامل مع دي جي ولا فنان واحد اخر علاه؟ نو باسكو لو ستيل اللي نخدموه بالك شويه ما يجيش مع لي دي جي باسكو سي لا فيوزيون فيوزيون بين جاز بلوز كناوي داكوغ ان بو دو ميلونج طيب وعلاش ما فكرتوش تجيبوه من فنان من نوع واحد اخر موسيقي وتضيفوه للفريق ولا تعملوا مع حتى ديو اغنيه واحده ويكون مشروع بالك ناجح؟ uh, هي فكره هذه ماشي ماشي حاجه اللي ما بالك ما زلنا ما خممناش فيها برك يعني بالك نو ماشي قضيه ما لقيناش باسكو كي تكون في الدومين تاع الفن راح تتلاقى اوتوماتيكمون بفنانين بزاف وتتعرف على ناس بزاف كاين اللي يعاونك كاين اللي ما يعاونكش يعني كنا قادرين نخيروا واحد من اللي يعاونك وتخدم معاه واحد من اللي يعاونك ثاني بون اللي ما يعاونكش سي ابو فريسا تري بيان طيب نرجعوا شويه للدي جي الدي جي حكينا شويه على الالبوم تاعك هذا دي جي رضا اللي نزلته شحال عنده هو في السوق هو من 2017 من 2017 هو في في لي باك في, في الاسواق رانا نشوفوا فيه اه اه اعاده لبزاف اغاني وبزاف دي تيتر تي لنا شويه وي <applause> كان بزاف تاع لي تيتر دا كان تما بليزيور شونتور راهم محطوطين تما في لا جاكيت اه؟ تعاملت معاهم حسيب عمروش ياسين يفصح ياسين يفصح حسيب عمروش نوريا نوريا سعيد يوسف هذوك كاع راهم في البوم سي دي ريميكس درتهم انايا سي <applause> ما توش بيرسونال خدمتها سي كومبيلاسيون سونسياسيون سونساسيون كابيل راهي في الاسواق 2017 بروشينمون في سبتمبر ان شاء الله لي غاي نوتر كومبيلاسيون مي حاجه وحده اخرى سي سي لو غاي وانت على اي اساس يتم اختيار الاغاني اللي تنزلها في الالبوم تاعك واللي تعاود لها كوم ريبريز هادو هادو يعني الاغاني كي جو بريفير الاغاني اللي نبغيهم او ميم الاغاني اللي راهم ديسبونيبل مع ليديسيون اللي... فهمني اسكو تحب <متحدث> انت الموسيقى تاعهم ولا الكلام ولا الاداء تاع الفنان ولا الموسيقى والكلام يعني الموسيقى لي زارونجمون عاد نخيرو كاع العفايس لي زارونجمون الموسيقى و فهمني اسكو تشوف بلي لو دي جي عنده انا فينيغ في بلادنا او سؤال بسيط لا. خلاص <applause> يعني بسيط وقاتل شويه فهمني يلا تفضل أه باش نقول لك ان فينيغ نو جو بونس با انا فينيغ أه سي اون بيريود تفوتها سي اون بيريود جوناس تفوتها و خلاص خلاص عندك خدمه واحده اخرى بهذه تجيب شنو هي نو أه... مو على أه... باز جي ان انفورماتيسيان يا هذا هو الفنان الجزائري نلقاوه باللي عنده ما نقدروش يعني أن... انا نلاحظوا باللي شباب لا بلو اللي جبناهم يعني ما يعتمدوش على العيش ديالهم على الفن فقط يعني دائما الحاجه اللي عجبتنا فيهم انه دائما يحبوا يكملوا قرايتهم كيما انت سميه تاني مهنه تخدمي في الدار السير ما هو الشغل تاع الدار هذاك ثاني عمل سميه ما قال ما تخلصيش فيه معليش نرجعوا للقرايه انتم فريق ولا مجموعة قسرة يعني نشوف لكم شي كليبات بزاف لحد الآن عندكم كليب واحد آخر وكليب واحد مازال ما ما ما, ما راح نشوفوه دركا احكينا شوية على علاش غياب الكليب ولا ما تعتمدوش بزاف على الصورة هي باسكو أو ديبي بوكو بليس خممنا نخدموا العصين أكثر دونك سيتي بوكو بليس دي سواري دي كونسير بارتو أن بو أن بو بارتو في ألجيري علاش باسكو الكونسير ولا لا سواري اللي وتفوت مي حاجه انجستري كليب ولا دونك فو 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 كون اتا ان سارتان نيفو دو ماتوريتي دو بروفيسيوناليزم باش تمد باش دير باش حاجه انجستري اليوم اللي تبقى ديما ولا لا اليوم راهو يعني شيء ضروري اه على بالي شيء ضروري دونك أه سي بور سا رانا دركا بدينا نخموا في الانجسترومون ديجا عنا الالبوم اللي اون بلان انجسترومون رانا في لا بريباراسيون وعندنا لو كليب تاع الجره اللي راح يخرج ان شاء الله وش رايك نروحوا دوكا مقتطفات من الفيديو كليب الجديد تاعكم اللي راح ينزل لاول مره راح تشوفوه في برنامج الجزائريه بيتش تفضلوا كانوا هادو مقتطفات من الفيديو كليب اللي راح تنزلوه مؤخرا وكنا شفنا نواز ضم اللي تحيه كانت حاضره معنا في الجزائريه بيتش في البدايه تاع هذا الموسم كانت شاركت معكم في الكليب حكينا شويه على التعامل شكون المخرج والممثل قلناها باللي نواس ضم دونك اه، التعامل مع الكليب المخرج كان اه، لطالما حمزه الجزائري اللي نحيوه بالمناسبه سمع بزاف علي حمزه الجزائري بقينا نعرضوه شويه نعرفوا واش راه يدير واش خلاص ان شاء الله ان شاء الله تفضل اخراج من اخراج حمزه الجزائري بمشاركه الممثله نوال ستام لو غرون تاني سامر وجيت وفي خلال ايام تاع التورناج يعني تشرفنا بحضور مجموعه من الفنانين حنا اللي أعطونا دفع معنوي كبير يعني خلال حنا الفنانين ما عيطولناش نجيو نورمالمون انا عندي صحافية. يعني كان الحضور تاع لو غون حسن كشاش سليم شاوي يعني اللي أعطونا دفع معنوي كبير يعني وين تم تصوير اللي في الجزائر العاصمه ولا في سكيكدا؟ لا تم تصويره كامل في الجزائر العاصمه في التياتر الجي سونتر على الجزائر العاصمه بالذات نو خيرنا الجزائر هي ماشي اختيار هي اون كيلكو سورت سي ان اونيتي اوبليجي علاش؟ وهذه حاجه اللي راه نهضرها اصلا الفنانين كامل على بالهم بها، يعني كي تكون بعيد على العاصمه راح تلقى صعوبات اكثر من الفنان اللي راهو في... متواجد في العاصمه وهذه على بالنا بها كامل، يعني من الافضل انك تكون البرودوي تاعك في العاصمه باش تحصل اكثر صادة و يكونوا عندك امكانيات اكثر انك, انك صدى تقدر في اليوتيوب يعني تنزلها من موزمبيق توصل الجزائر ايه بصح خلينا بصح يعني كيما نقول لك تسهيلات ولي مويان راح تلقاهم في العاصمه اكثر من اي ولايه اخرى ما مهما كانت صفه الولايه يعني هذه حاجه معروفه يعني

essaie de faire de de la يعني و جينيرالمون كامل اللي كانوا متاطرين بناس من قبل انا بيرسونيلمون نحكي على وقتي انا تاثرت بزاف بقناوه ديفيزيون و سورتو لي غون لطفي عطار وكل مومبر من لو غروب عنده يعني عنده لي دور نتاعو دونك كل واحد يحاول يمد البصمه تاعو على حساب على حساب على حساب يعني الحوايج اللي انفليونسوه دوغون لا كارير تاعو. لقيتوا كاين اللي كانوا مدعمينكم يعني لقيتو دعم من طرف فنانين راح عليهم خلاص. <applause> واحد ما عاوننا. <applause> <applause> لا لا والله شوف آه... ميم سؤال هذا الاجابه تاعو معروفه راح تلقى لي يعاونك في... ماشي غير في الفن في الحياه راح تلقى لي يعاونك كيما راح تلقى لي ما يعاونكش دونك اللي عاونك تقول له ميرسي. وتبقى تقول له ميرسي واللي ما عاونكش يقول له ميرسي ثاني

تري يا كشباب شنو هو طموحكم بك شباب هو طموح اي فنانه اي فنان طموحه تاعو واش انه يوصل الميساج للناس بس باسكو الفنان واش هو الخدمه انه يوصل ميساج ميساج دامور ميساج د د دونك هذا هو هذا هو الحاجه اللي يطمح اي فنان انه يوصلها للناس أه مالوروزمون أه يا سيكي يعني اون شوازي أه باش ي... يكون الميساج تاعهم شويه سبيسيال سبيسيال <applause> نو نحكي في الجانب السلبي اه داكو يعني بيزا بيزا وفي في, في المنطق الموسيقي نقولوا بلي هذوك هما اللي فوس نوت اون كلكو سورت غني لنا هكذا اغنيه ماشي من الستيل تاعكم بالك تغنيوا انتم مختلف الطبوع الفنانين فنانين بزاف يقول لك انا نغني نفضل نغني طبع موسيقي معين لكن يقول لك نغني مختلف الطبع خر... اليوم من الستيل تاعك غني لنا حاجه ممكن نغني لك حاجه من التراث تفضل حسنة أه حسنا حسنا أه هي اغنيه من التراث يعني ما ما كنت تحب تبحث عليها بالك ما تلقاش اللي غنى عليها. دونك ما تلقاش المؤدي مي راهي هنايا اللي تعاود كي نقول لك فهمني باسكو انا ديني <applause> <applause> <عم. يا تصفيق> على قد عقليه ديني على قد عقليه ماشي دوك تلقى تلقى كان اللي يقول لك الاصل مثلا المغربي او الاصل الجزائري تاع الاغنيه والحدود كانت ما كانش بكري دونك ما تقدرش تعرف الاصل الحقيقي تاع آه لا شونس عرفوا حسنا على بالك فوالا ما تيسكيش حسنا لا غوشيش ليهم هما ليهم هما دونك حسنا ويا ليلى حسنا يا جارتي حسنا ويا حبيبتي ليلى وكتبت يا ليا حسنا ويا ليلى حسنا ويا جارتي حسنا ويا حبيبتي ليلى وكتبت يا مشيت لباباها قلت له يا جاري بنتك الزينه عشقتني وشغلت لي بالي مشيت لباباها قلت له يا جاري بنتك زينة عشقتني وشغلت لي بالي حسنا ويا ليلى حسنا ويا جارتي حسنا وكتبت يا ليا ما شاء الله ما شاء الله صوت جميل نرجع شوية لعالم الموسيقى ودي جي اللي دي ما تفكروش تغني وحتى انتو ومين داك القاو دي جي واه باش نكونوا صالحين ديال الموسيقى ويغني يغني فوق الغناء فوق الغناء انت ما فكرتش باش تغني

ان طونك دي جي ولا طونك دي جي انت خيرت دي جي طونك دي جي معناتها تحب الدي جي واش سي باغامور باش تخدم كيما نتوما تحبوا تما لو ميتريزي بوكو ميتي يلحقوا العالمية يلحقوا العالمية باش انت هو طموحك باسكو كي نخيروا حاجه اوتوماتيكمون كنكونو دايرينهاكا حاجه نراحوا لها الهدف نوصلوا له طموح سون <cin stereotype> ليميت <كانت> تما وين الحق لحقت بالك يخدم مع فنانين <انتصفيق> عالميين ولا عالميين بوكو با علاش لا لا الو فو توجو لا فولونتي شفنا ناس بداو من العدم بداو صغار وكبروا مع فنانين ما كبيره على كل حال انتم شكون الفنان العربي ولا العالمي اللي راكم حابين تخدموا معاه جروب قصره اي شي حاجه يضحك يخمم علاه نو باسكو راك تسقسي لي في سؤال تما شخصي وراح اون ديري راح نجاوب باسم الجروب يعني كل واحد عنده فنان اللي حاب فوي دونك انا بيرسونيل هذا بيناتكم تقولوا لو كان نخدموا مع الفنان الفلاني ولا اه كاينه الهضره هذه بيناتنا وتتفقوا ساعات على فنان باغ اكزومبل شكون هو؟ نتفقوا على فنان انا باغ اكزومبل جماعه انا باغ اكزومبل كاين شوي فان تاع سعاد ماسي انا كنسمع سعاد ماسي نوري نولي ديري بيبي شغل نولي نتبسم وحدي دونك سي سي بلوس كان غاف سعاد ماسي سي بلوس كان غاف تسمع لها تحفظها اغانيها نحفظ بما نقدرش نغنيه من خمس سنه خمس طيب من انتم كشباب كيفاش راكم تعيشوا العطله هذه تاع الصيف حكيوا لنا شويه الاجواء تاع دا لي هكذا شغل ما يفوت لي فاكونس اليوم باب جانا مسكي كدا بون سكيكدا شويه دوك سكيكدا بون كيما سكي شاب انا لها اي على بالي لنا ديجا في الكواليس ما شاء الله دونك سكيكدا سي تيم فيل كوتيير عندها لي كوت يعني من 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 الغرب الشرق يعني من ناحيه من القل حتى حتى المرسى <applause> اه سي سي تري بو آه وين كاين الطبيعه وين يلتقي البحر بالجبل وين مازالت هذيك وين مازالت ما فسدتش سي <applause> الطبيعة وين مازالت بيور من دل... ما عندنا عنابة كيما في جيجل يعني أنا... لي كامل محسوب كامل في خير ما يروحوا لتونس ولا يروحوا لاماكن كيفاش فوتوا اوقاتكم كفنانين فوتوها غير قصره ولا ولا غير امبيونس ولا غير موسيقى ولا تحبسوا وتخرجوا اسكو بداو لي فاكونس تاعكم مازال اسكو <سؤال> <سؤال> عندكم بيريود تقولوا بلي فيها هذه هي كيما نحكيو عبروا عبروا اليوم راه في برنامج الجزائريه <سؤال> بيتش باش تحكيوا ماشي باش تشوفوا عندي ويشوف عندكم نو شوف لي فاكونس انا لي فاكونس تاعي يبداو من لو 4 جويي

<laughs> enfin, on a dépassé la, la... Bon, les élèves-là qui chauffent...

فهمني وفي الصيف في موسم الاصطياف والبحار وهاك تشوف الغاشي كاع معهم وحنا نخدموا سي لا بيريود تاع الخدمه اون بروفيتي لو ماكسيموم سي لا بيريود ديستيفال عاد نبروفيتي لو ماكسيموم فهمني الغاشي يروحوا يبحروا منا وحنا ما نسبيرمي على بالك في الشتاء شي هذيك هي تقعدي في اطر بوزي بروموسيون كيما جبنا الضيف تاعنا من قبل يعني سي با تخو تار ميم لي بروموسيون والبحر راهو شباب في بلادنا ولي بروموسيون نوت ستوب هذا انا في الكومبلكس الله يبارك عجبك الحال صافي صافا تجي لهنا بشتا اه واش شي شي مرحبا بك جو العائله شي دي كون شي دي صح دونك نرجعوا لك انا نهضر نهضر باسم لو جروب خلاص باسم الجروب جروب باسكو خاف يزعفوا عليك ولا معدا يخلوك على شي كذا دونك كي نخلصها تروح حتى كي تخلصها وقال لك دونك انتوما جروب قصره وين تحبوا زعما تصوروا لي كليب تاعكم اسكو تخيروا غير لا ناتور ولا تحاولوا ديما تبازيو على لي الداخل هي الكليب باسكو الكليب يخدم نوعا ما سياحه الكليب يخدم سياحه مي ما تقدرش الكليب ماهوش وحده راهو مع شونسون دونك لا شونسون هي اللي تحتم عليك لما يقول لك الروح تاع الكليب يعني ما تقدرش تكون شونسون حزينه وانت تصور ناس يصوتيو في البحر فهم عليا دونك لا شونسون ولا ميوزيك هي اللي تحتم عليك الاندغوا اللي تصور فيه الكليب تاعك ما يكونش انا بين الموسيقى ولا اسكو عندكم مواعيد تحبوا تعطيوها للناس هكذا اللي راهم يشوفوا فينا يجي يجيوكم الاحتفالات الحفلات اللي راح تديروهم؟ هو الحفلات عدينا عليهم درك كامل خلاص كامل درك رانا نستناو في لاسوغتي تاع الكليب وكاين ناس بزاف راهم يسقسيو باسكو لو تيزور اللي عرضتوه منذ قليل فات عنده اموا Il y en a beaucoup. Généralement, le teaser qu'ils foutent, le clip, 3 euh, jours, 4 jours, une semaine, euh, ils foutent voilà, le clip. Donc, à a a -well? justement. Parce que, euh, on, a, on prépare, comme on حاجه تسويقيه كبرى ان شاء الله مع احدى القنوات العربيه وهذه سكوب هذه سكوب مع احدى القنوات العربيه هذه اول مره على الجزائريه ينتظرونا القنوات العربيه المشهوره يعني في في الدومين تاع الموسيقى حدد لكم مشاهدينا باش تزيدوا تخمموا نقدرش نقول لكم شكون من بعد يكونوا طيب حفلات خارج الوطن اسكو راكم ولا لا لا حفلات خارج الوطن كانت عندنا حفله ولاسباب يعني ماشي مجهوله يعني لاسباب اننا كنا حنا في ديكوراسيون تاع تاع الكليب, الكليب. ما قدرناش نروحوا الحفله في في البلد الشقيق اللي هو المغرب ان شاء الله بعد الخروج تاع الكليب نكونوا حفله ثاني واش رايكم في لي جروب جون اللي راهم دوكا ينشطوا في الموسيقى تفضل رضا بيتوت عنده راي وي الفول لي زونكوراجي سي دي جون سي دي جون الفول لي زونكوراجي ما عندهمش وين برودوي ما عندهمش الفو فريمون لي زونكوراجي باسكو سي دي جون عندهم لا فولونتي عندهم لا فولونتي راه تجي للصاعد راه سعيد لازم فريمون ندير لهم كودما دونك قلت لكم من قبل ايز ايساي دو musique. لابون ميوزيك ميوزيك هادي شغل تحتاج تحتاج حوايج تحتاج الدعم تحتاج وتحتاج الناس اللي وتحتاج الناس وتحتاج اللي يحتضن علاش باسكو ماني شاطر في واحد لي ديتاي باسكو تاعنا

وهو وحط الاغنيه تاعو في التيليفون تقعد... أنا... ولا في انا دوموند يعني عقليات او سلبيات نو باش ما نقولش سي لي عليها حلقه ان شاء الله تبعنا مع الاستاذ <applause> <أمين تصفيق> آه، كانت قاعده حلوه <applause> معكم <applause> <بابو. تصفيق> سلمك صحيح يعطيك صحه ريده ويعطيك صحه فرحانين فرحان لدرجه انه بعد ما نكملوا لحد نردك تروح معايا السكيك تاع اللوق يعطيك صحه اللي درتها ونجي من دوكا الميساج بيتيت خريده وباب جوزو اللي فاني راهم يشوفوا فيكم على الجزائر يا بيتش بون جو سالو، كاع اللي يعرفوني وكاع اللي نعرفهم و... اخي في فرنسا واختي في اسبانيا كمل كمل <applause> كملها كملها عندي خوتي عندي خوتي ياسين موح <applause> <applause> آه <سليما> كهينا سيدي سيمي راهم في الغربه وعندي لي كوليك تاعي كمال امين وريام سيدي دي كوليك عن نخدموا اون ترافاي اونسومبل في لا سيزون كي يدخلوا الجزائر باسكو الصيف في الجزائر ماكاش كيف هو؟ وا ما كاش كيفو ما كاش كيفو ف سورتو ف هذا الكومبلكس سي ديكوفرت بو مو هذا الكومبلكس ما شاء الله اليد اليد النوفوتي كاين اقبال بزاف تاع الغاشي هنايا والله يباركك تشوف راهم مقيمين بالحاله و ومن هاك فهملي ميرسي ريدا نروحوا لك بوب انا جو سالي ما فامي مون فيس دابور تخاف نخلصها خاني فيس كيكدا و تاني, <applause> <applause> أو... تاني لي فان اون فان <applause> جيم با لو ترو لو مو فان سي دي زامي اون فان فان نقول لهم <applause> بربي ان شاء الله كاينه حاجه مليحه راح تخرج ان شاء الله إن انتظرونا وامنوا بينا دونك رستي <applause> برونشي <applause> رستي <applause> برونشي <applause> فوالا هذه هي يعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين معنا سميه يعطيك الصحه اللي رافقتيني في هذه الامسيه أكيد فرحانه ولا لا لا كي في عندي شغل لا انت كان على بالي من الناس اللي تابعونا اليوم بزاف فرحانين بهذه الحلقه يعطيكم الصحه اللي خيرتوا قناه الجزائريه وان وبرنامج الجزائريه الجزائريه بيتش بيتش اكزاكتو باش تقضوا مع هذا الامسيه احنا برنامجنا مازال متواصل حلقتنا مازال متواصلين كثير من المفاجات راح يكونوا في هذا الصيف استنونا حلقه جديده وموعد جديد